أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أهل التكفير من أهل البدع؟ وإذا جلس معهم قاصدا التغيير فيهم إذا كانوا على خطأ، فهل يكون هذا من المجالسة المذمومة؟ أهل التكفير من أشد أهل البدع، لأن التكفير المسلمين من أشد البدع، وكما سبق إذا كان عنده أهلية للجلوس معهم ومناقشتهم ورد شبهاتهم هذا واجب، لأنه من الدعوة إلى الله. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.